بيان هام من الشركة القابضة لكهرباء مصر. مشاهدي متابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. بيان هام من الشركة القابضة لكهرباء مصر: تم اتخاذ هذه الإجراءات حفاظا على المواطنين من انقطاعات التيار الكهربائي الفترة الحالية. ونص البيان على برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، ولا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار. وشددت على المواطنين بعدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل، وده حفاظا على سلامة المواطنين، وانه سيتم تفعيل النظام بداية من منتصف ليلة اليوم السبت الموافق 22/7/2023. وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء انه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود منتصف الأسبوع الجاري، لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها. وقال كمان الدكتور أيمن حمزة ان أزمة الانقطاعات التي تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 ألف ميجا وات، في حين أن استهلاك المواطنين لا يتعدى 36 ألف ميجا وات. وقال حمزة أنه لا يوجد أي مشاكل في الشبكة الكهربائية خاصة، وأن شبكة نقل الكهرباء في مصر تعتبر حاليا من أقوى الشبكات بالعالم، مضيفة أن هناك إقبال كبير للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء والتطوير الذي تم بها. ويرى حمزة أن ترشيد الاستهلاك أمر ضروري وحتمي خلال هذه الأيام للمساهمة في تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود، مؤكدا أنه من المتوقع أن هناك انخفاض في الأحمال نتيجة الأجازة الرسمية التي بدأت الخميس الماضي وتنتهي يوم الأحد. والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في آخر مؤتمر صحفي ليه أن سبب انقطاع الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء، واللي بدأ منذ يومين نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اللي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية. وأوضح رئيس الوزراء أن استهلاك الكهرباء في مصر زاد بصورة كبيرة، وأدى إلى زيادة حجم استهلاك الغاز المستعمل في إنتاج الكهرباء وضغط شديد على الشبكات الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصولة لمحطات الكهرباء. أضاف رئيس مجلس الوزراء أنه مع انخفاض الضغط بدأ تخفيف الأحمال منذ يومين، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز والاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز. وبكده مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان نكون وصلنا معاكم لنهاية نشرتنا الإخبارية. نشوفكم في نشرات أخرى على خير.